مجلس أمناء الحوار الوطني يعيد صياغة بعض التوصيات الضرورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لرفعها للرئيس السيسي. مجلس أمناء الحوار الوطني بعض توصياتنا لم ترد بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها. مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي. مجلس أمناء الحوار الوطني نثمن قرار مجلس النواب بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون. مجلس أمناء الحوار الوطني نقدر ونحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة ونثق في حسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مجلس أمناء الحوار الوطني نناشد الجميع لتقريب وجهات النظر من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.